كما كتعرفين انتما حيد الجزائر، هذا من يعني من الاشياء ليس فقط المدينه المغربيه باش نسهلوا يعني تشوفوا كثروا من الحياه العاديه ترجع شويه بشويه. كيف ما عرفتي ضيف الشرف في معرض الكتاب هذه السنه هي الثقافه او الادبيات الافريقيه، ووزارة الثقافة شنو دارت؟ كتعيط على لي زيديتور هما لي بروفيسيونيل هما اللي كي من لي زيديتور افريكان وهما اللي كيستدعيو ان ذاك الكتاب اللي كتبوا كتاب هذه السنة 2022 او حتى 2021 اعتبارا ان 2021 كان واحد السنة خاصة وما كانش معرض الكتاب ان ذاك في المملكة المغربية. اذا فهذا هذه من يعني من المهام ديال هاد لي زيديتور اللي كنتكلموا عليهم والوزارة الا وكتحاول تنظم هاد اللقاءات وبالطبع حنا منفتحين على جميع الكتاب الافارقه. بالطبع حنا كنقولوا منفتحين على جميع الكتب في اطار القانون وفي اطار يعني ثوابت المملكه، هذه واضحه هذه ما كاين لاش نكررها لان ما يمكنش شي حاجه تكون خارج القانون او ثوابت المملكه ونتقبلوها، وهذا شيء حاضر زعما في جميع الدول اولا كلها جديده هذه لان اول مره تعطى هاد لو تيتر هاد العاصمه في او المدينه في 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 القاره الافريقيه. اذا بحد ذاته هذا حدث وشرف اعتقد لنا ان المغرب تختار او مدينه رباط تختار كاول مدينه اللي عندها هذا لو تيتر ديال العاصمه الثقافيه الافريقيه. والتحدي بالطبع كيف ما تكلمنا عليها قبيله وانجاح هذا الحدث اللي عنده سنه باكملها، والتحدي الثاني هو يكون واحد الرواج، وهذا لهذا قبيل انا تكلمت على الدور اللي عندها الصحافه الوطنيه والدوليه لتعريف الثقافات الافريقيه. هي مدينه واحده، هي قاره، هي بلد واحد، هي قاره واحده، ولكن هم ثقافات، والدور ديال الثقافات هو فاش كنعرفوا بهذه الثقافات هو الدور باش نعرفوا بهم ونعرفوا ثقافات هذه الشعوب. واعتقد ان هذه فرصه لنا اولا كرباط كمملكة مغربية باش نزيدو نتعرفوا على الثقافات الإفريقية الأخرى، وكذلك فرصة لنا باش المغرب يكون لي يعني هو هي الدولة ومدينة رباط هي المدينة اللي غتولي تحامي على الثقافات الإفريقية. نعم لما كنتكلم على تعريف الثقافات من حد ذاته تعريف تاريخ المملكة المغربية مثلا بالنسبة لنا حنايا، تعريف المواقف المغربية، وكتعرفوا بان لو سوفت باور المجال ديال الثقافي ولا دور حقيقي ومجتمعي اللي كيخلي ان مجموعه ديال الشعوب لما كتقرب ثقافيا من الدول الا وكتعرف اكثر على تاريخها وبالطبع على مواقفها.